بعت الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. وأعرب العاهل البحريني عن خالص تعزيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلا المولى علي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.